السلام عليكم وتحية للجميع. بكل أسف وبحرقة كنتابعوا حالة الإصابات اللي غادي كترتفع وحالة الوفيات أيضا اللي غادي كترتفع بالتوازي مع عدد الإصابات والظروف الصحية اللي كدوز بها البلاد، وكان مرتقب أن وليداتنا يرجعوا للكراسي الدراسية ديالهم في 7 في شهر 9، لكن هاد المسألة هذه غير ممكنة في ظل هاد الظروف هذه. ووزارة التربية الوطنية راه علنت بشكل رسمي أن هذه العودة هذه غير ممكنة في هذه المرحلة الأولية، وأن الدروس غتعطى عن بعد كيف ما كنا كنتبعوا مع وليداتنا ابتداء من شهر 3 ديال 2020 حتى لنهاية السنة الدراسية. يعني الدروس غتستمر عن بعد، وعلنت على واحد الصيغة ديال أن ممكن تكون دروس حضورية، وهذه المسألة كتوقف على الوالدين، يعني مسألة اختيارية، يعني اللي بغى وليداته ياخذوا دروس حضورية راه وزارة التربية الوطنية غتعلن مرحلة مقبلة على كيفاش غادي تكون الصيغة ديال هاد إعطاء الدروس الحضورية، وكيفاش غادي يكون هاد الالتزام ديال الوالدين، واش غادي تكون شي حاجة كتابية أنهم يلتزموا على وليداتهم أنهم يمشيو للمدرسة بدون مشكل. ما عرفناش كيفاش غادي تكون الصيغة ديال هاد الشيء هذا. بالنسبة للامتحان الجهوي راه تأجل إلى حين، مازال وزارة التربية الوطنية ما عطاتش تاريخ محدد الى حين تحسن الظروف الصحيه في البلاد ان شاء الله. ونتمنوا خير، ونتمنوا كل واحد كيف ما قلنا من مكانه يدير اللي عليه، على الاقل ناخذ الاحتياط ديالي وندير الكمامه ديالي الا جيت خارج الزنقه، ونتمنوا خير ان شاء الله. تحياتي.